بسم الله الرحمن الرحيم. البروسيس الخامسه في الشابتر ده هي بيرفورم انتجريتد تشينج كنترول. مقصود بالبروسيس دي ان انا اعمل تحكم في التغيير بصوره متكامله، ان انا ابقى براعي موضوع ان التغيير يعني ادرسه من كل الجوانب بتاعته، لان التغيير ده حاجه مش قليله. ده انا كنت متفق على سكوب معين في المشروع، متفق على مشروع معين، السبونسر ماضي على الشارتر بتاعه وشاف البروجكت مانجمنت بلان وخلاص، كلنا متفقين ان هو ده المشروع، وفجاه حد بيقول لا احنا عايزين نزود او نحذف او نغير تغيير معين. فبالتالي لازم فعلا يكون التغيير ده له ضرورة، مش مجرد بس تغيير عشان المقاول يكسب او عشان يعني حاجة مش سنوية مش مدروسة كويس. فبالتالي التغيير لازم فعلا ان هو يدرس دراسة بشكل منطقي وبشكل فعلي بشكل كويس يعني. طيب بداية التشينج بيبقى تشينج ريكويست، طبعا لا شك ان ممكن قبليه يبقى تفكير بس في الموضوع، لكن عشان يفعل تفعيل رسمي لازم فيه تشينج ريكويست، لان الريكويست ده عبارة عن دوكيمنت، عبارة عن وثيقة رسمية بتقول احنا عايزين نعمل تغيير، ودي البداية، ده مجرد طلب، حتى الان لسه ما خدش ابروفل، بس هو ده بداية التفعيل الرسمي له. طيب عشان ياخد الابروفال لازم هيعدي على لجنة، اللجنة بتاعت مراقبة التغييرات اسمها Change Control Board. اللجنة مقصود بيها ان هي بتعتمد التغيير وبتدرسه بشكل كويس من جميع الجوانب بتاعته، وبيكون فيها اعضاء مختلفين من الستيك هولدرز، من البروجكت مانجر، السبونسر او من ينوب عن السبونسر ممكن، لكن لو ما فيهاش حد من قبل السبونسر فمعنى كده ان القرار بتاعها مازال ضعيف ولازم يتعرض على السبونسر ان هو يوافق عليه. هنا بيقول لي اللجنة دي responsible for review and analyze change request then approve or reject may include project manager, customer, expert, sponsor. If the sponsor is not included in CCP you may need to have final approval from the project sponsor. لا شك طبعا لو السبونسر مش فيها او من ينوب عنه فدي بتبقى مشكلة كبيرة، لان بندخل في روتينيات ان اللجنة عمالة تعمل شغل كويس جدا من دراسات، وسواء بقى دراسات فنية ولا مالية ولا استيميشن، وفي نفس الوقت بتيجي تطلع قرار وتلاقي ان القرار ده لم يعتمد بعد. ليه؟ لان ما كانش جوه اللجنة واحد صاحب صلاحية، واحد يعني معاه اعتماد او تفويض من السبونسر ان هو يعتمد. فعشان كده اللجنة دي عشان تبقى فعلا فعالة وقوية لابد ان يبقى فيها مندوب من السبونسر او السبونسر نفسه، باعتبار ان هي بتسرع الموافقة على امر التغيير، فبيتخذ القرار بشكل سريع سواء كان في البابليك سيكتور او البرايفت سيكتور. طبعا البرايفت بيبقى اسهل شوية، لكن البابليك دايما بيبقى فيه تعقيد الروتينيات، فيفضل ان يبقى فيه حد له صلاحية في اللجنة دي. اللجنة دي ممكن ان هي تبقى على المشروع، ممكن تبقى اكتر، ممكن يبقى ليها اكتر من صيغة يعني او اكتر من فورم، بس هنا طبعا في البي ام بي احنا بندرس بس الشكل بتاعها على مستوى المشروع، لكن فعلا اللجنة دي هتسهل بشكل كبير جدا موضوع اعتماد التغيير، وتقلل الروتينيات والوقت اللي بيتاخد ويعني بيضيع على الفاضي في دراسة التغيير واعتماده. طيب process of making changes، خطوات عمل التغيير. قبل ما نعمل تغيير لابد ان انا احاول امنع التغيير، لان التغيير ده حاجة يعني لا شك ان هي لها اثار سلبية، لان انا في البداية كنت بعمل collect the requirements. طيب جمعت الريكويرمنتس كلها، ليه الجزء ده ما دخلش معايا؟ لو كان دخل معايا من البداية ما كنتش هضيع وقت في ان انا ارجع ادرسه مرة تانية. طيب يبقى انا في جميع الحالات بحاول ان انا امنع اسباب التغيير، بحاول ان التغيير ما يحصلش. طيب لو فرضا خلاص مضطرين بقى ان لازم هيبقى فيه تغيير، النقطة التانية عندي identify early to decrease impact، لان انا كل ما بعرف ان التغيير ده مطلوب بدري ببدأ ان انا يعني انفذه واخد الاجراءات في ان انا يعني اتوقع الامباكت بتاعه، لكن لو بدأت ان انا انفذه او ان انا اخده في الاعتبار متأخر شوية بعد ما كنت بنيت، هضطر ان انا هد، هضطر ان انا اكسر. طيب يبقى كان من الاول احسن، يبقى كل ما اقدر اعرف التغيير ده بدري واعرف الامباكت بتاعه بدري هضمن ان هو هيكون اوفر لي ان انا انفذ التغيير. النقطة الثالثة look at change impact، سواء الامباكت على التايم او على الكوست. النقطة الرابعة create change request، ببدأ بقى افعل الموضوع بشكل رسمي.
النقطة الخامسة perform integrated change control اللي هو من خلال البورد نفسها. أبدأ بقى إن أنا أعمل يعني مراجعة أو تقييم للتشينج ده، هل فعلا التشينج ده مطلوب ولا لأ، هل التشينج ده يعني ضروري للمشروع، طب الإمباكت بتاعه شكله إيه، الكلام ده كله. النقطة الأولى assess change within charter، النقطة التانية look for options to minimize effects، النقطة الثالثة الابروفال من البورد من السي سي بي sometimes by project manager when not affecting plan، بيقول لي لو التغيير ده مش هيأثر على البلان ولا على الكونتراكت ولا على السكوب، مجرد بس تغيير في بروسيس معينة مثلا او حاجة، او تغيير في احد الدروينز، تغيير في حاجة بسيطة يعني مش هتأثر على السكوب، فساعتها يعني ممكن البروجكت مانجر هو بس اللي يوافق. النقطة الأخيرة update status in change control system، عندنا البرنامج اللي بنتابع بيه أو السيستم اللي بنتابع بيه موضوع التشينج، محتاج بقى إن أنا أبديت التشينج ده، أو التشينج ده الإمباكت بتاعه على التايم كذا وعلى الكوست كذا وعلى السكادجول عموما كان كذا، وتمت الموافقة عليه في التاريخ الفلاني بالدوكيومنتس الفلانية والكلام ده كله. طيب سادس نقطة adjust project management plan project documents and baseline، لا شك ان انا عايز اعمل تحديث للبلان والبيزلاين. البيزلاين عندي كان جدول زمني موجود بيقول ان انا هشتغل المشروع بالسيكونس الفلاني، طيب دخل عليا تغيير دلوقتي لابد ان التغيير ان هو يبقى له امباكت على البيزلاين ده. النقطة اللي بعد كده communicate change to affected stakeholders، لابد ان الكوميونيكيشن بقى هنا يشتغل وابدأ اوزع الكلام ده الداتا دي الجديدة على الناس، ما تبقاش الناس شغالة على الوضع القديم، لا يبقى اضمن ان كل فريق العمل وفريق التنفيذ والناس كلها وصل لها فعلا الخطة الجديدة وعارفين ان في change المفروض يتعمل. النقطة الاخيرة manage the project to the revised project management plan and project documents. البروسيس الاخيره في الشابتر ده هو كلوز بروجكت اور فيز، طبعا هي اخر بروسيس في الشابتر وفي نفس الوقت هي اخر بروسيس في المشروع او في الفيز اللي فيها الديليفرابلز عندي او الاوتبوت عندي بيبقى الفاينل برودكت نفسه او السيرفيس او الريزلت اللي هو كنا بنعمل المشروع عشانه. طيب ايه الانشطه او الاكتيفيتيز اللي بتتم في عمليه الكلوزينج؟ اول حاجه بتاكد فعلا ان كل المتطلبات تم تنفيذها confirm work is done to requirements. تاني حاجه complete procurement closure، قبل ما اكون اغلقت المشروع لابد ان يكون تم اغلاق العقد. تالت حاجه gain formal acceptance for the project، لا شك ان انا محتاج يبقى الموضوع documented سواء internal او external، يعني internal لو جوه المؤسسة نفسها انا بعمل المشروع ده عشان اسلمه ل end user لشخص معين، يعني ممكن تبقى جوه وزارة مثلا معينة في مؤسسة فيها مختصة او department فيها مختص بتطوير المشروع، عمل المشروع خلاص هيسلمه بقى لديبارتمنت تاني هو اللي هياخد المشروع ويعمل له الاوبريشن بتاعه، فبالتالي انا محتاج في الحلقة دي او في النقطة دي ان انا اخد formal acceptance، تعالى يا اند يوزر او يا مستفيد هو ده فعلا الحاجة اللي انت كنت عايزها ولا لا، اديني acceptance بكده. ده كده لو internal. external يعني لو من مقاول مثلا للمالك ان المقاول بيضمن خلاص ان المنتج ده عاجب المالك وهو ده فعلا اللي طبقا للrequirements وللعقد، خلاص اديني بقى ايه formal approval على الموضوع ده. complete final report، ضروري ان يبقى فيه تقرير نهائي بيوصف كل الاعمال اللي تمت وبشكل يعني summarized شوية، بس في نفس الوقت بيدي ايه هي الدروس المستفادة وايه هي الاجراءات اللي تمت بحيث ان ده يستفاد منه بعد كده في المشاريع اللي جاية. update lessons learned and knowledge base، لا شك ان انا عندي من ضمن الاسيتس اللي في الشركه المهم جدا ان انا احافظ عليها ان انا يبقى عندي دروس مستفاده، انا بعدي عليها مشاريع كتير، المشاريع دي هستفيد ايه؟ استفيد ممكن مشاكل حلتها ازاي؟ تسعير كنت مسعره غلط عرفت ان التسعير الصح ازاي؟ البرودكتيفيتي اللي كنت فاكر ان هي رقم معين لا طلعت عندي رقم مختلف بسبب حاجه معينه، الاوفر هيد والمارجن بتاعي كنت فاكر ان هو رقم برسنتج معينه لا طلع رقم تاني، فكل دي دروس مستفادة عمال ان انا استفادها، الريسك ريجستر واللي كان فيه وهكذا، فبالتالي انا محتاج ان انا احط الكلام ده في داتابيز عندي في الشركة عشان المشاريع اللي جاية بعد كده يستفيدوا منها.
index and archive project records. الريكوردز كلها بقى خلاص هبدا ان انا اجمعها، وسواء كانت الدوكيومنتس او اللوجز اللي مع الدوكيومنتس نفسها اجمعها بشكل ارشيف الكتروني وارشيف ورقي كمان لو امكن، بحيث ان هي تتخزن في مكان عندي في الشركه ارجع لها يعني في الوقت اللي انا احتاجه. النقطه اللي بعد كده هاند اوفر او هاند اوف للكومبليتد برودكت، ان انا اسلم المنتج النهائي، وريليز للريسورسز، خلاص انا مش محتاج بقى الريسورسز اللي كانوا عندي. كان ممكن ساعتها الريسورسز دي اكون انا واخدهم من اقسام معينه، منتدبين يعني من اقسام معينه، فهرجعهم للاقسام تانيه بتاعتهم لو كان الموضوع فانكشنال. طب لو كان مش فانكشنال، لو كان مثلا بروجكتايزد، فانا خلاص انا مش محتاج الريسورسز دي، فممكن ان انا اعمل لهم ريليز خالص، او ممكن ان هم يروحوا مشاريع تانيه. نوت هنا اعطيني يعني ملاحظة في الاخر كده، no matter projects stop terminated or completed you close out the project. يقصد يقول ان عملية الكلوز للبروجكت ممكن تتم في احد الثلاث اختيارات دول، المشروع توقف وخلاص شايفين ان هو مش هيكتمل فبنعمل كلوز للبروجكت، او المشروع ما توقفش بس احنا خدنا قرار ان احنا نعمل ترمينيشن، ان احنا لا مش هنكمل في المشروع، المشروع ده مش مجدي والنفع بتاعه مش لم يعد يعني ذو جدوى بسبب تغير معين سواء استراتيجي سياسي ايا كان، فشايفين ان ما فيش داعي ان احنا نكمل المشروع، فعملنا ترمينيشن، عملنا ترمينيشن للبروجكت، ده معناه ان انا هنفذ العمليه بتاعت الكلوز بروجكت. او لو المشروع انتهى على خير بالشكل اللي كان مرجو بيه او خلص يعني، فساعتها ان انا هعمل برضو كلوز بروجكت. وبكده يبقى خلصنا العملية دي وخلصنا شابتر الانتجريشن. في السلايد دي انا حابب بس اذكركم بالجدول ده، انا طبعا ما اتكلمتش عنه في البداية عشان ما يبقاش يعني الموضوع توهان بشكل كبير، الناس لسه ما خدتش البروسيسز، هبدأ ادلهم ايه هي البروسيسز واتكلم فيها هيبقى الموضوع صعب، فعشان كده اجلته للاخر شوية ان احنا يعني نبص عليه دلوقتي مع بعض. انا عندي النولج اريا اللي درسناها مع بعض هي اللي موجودة على الشمال دي في الجدول، من اول انتجريشن، سكوب، تايم، كوست، كواليتي، كوميونيكيشن وهكذا لغايه الستيك هولدر، العشرة نولج اريا موجودين. طيب وهنا في الجزء الافقي عندي انيشيشن، بلاننج، اكسكيوشن، مونيتور كنترول وكلوزنج اللي بنسميهم البروسيس جروبس، نولج اريا وبروسيس جروبس، تقاطعهم هيبقى في البروسيسز اللي كنا بندرسها خلال الكورس. طبعا هنلاحظ هنا ان في الانيشيشن في اتنين بس، واحدة في الانتجريشن اللي هي ديفلوب بروجكت شارتر، وواحدة في الستيك هولدر ان انا بحدد مين هم الستيك هولدر. ده بيبقى بسبب ان قبل مرحلة البلاننج يعني في الانيشيشن بيبقى لسه مدير المشروع ما بدأش انه يعمل اي تخطيط، بيبقى الموضوع احنا لسه بنعين مين هو مدير المشروع، فبالتالي السبونسر بيحط التشارتر وبيحط المشروع ومكونات المشروع والكلام اللي قلنا عليه في التشارتر فيه، وبيعرف مين هم الستيك هولدرز الرئيسيين. نيجي للكلوزنج، الكلوزنج برضو فيها عمليتين بس، الكلوز بروجكت اور فيز والكلوز للبروكيورمنت اللي خدناها في البروكيورمنت، وكلوز بروجكت اور فيز اللي لسه واخدناها في الانتجريشن. باقي البروسيسز في البلاننج والاكسكيوشن والمونيتور كنترول، بس هنلاحظ ان الاكسكيوشن ما فيهاش اي بروسيسز في السكوب والتايم والكوست وكمان الريسك. انا بحاول اقول شويه معلومات عشان نثبت بس الداتا في دماغنا وتسهل علينا الحفظ للي هيحفظ الاي سي تي او مثلا، او اللي هيحفظ البروسيس بالشكل ده. فبالتالي عندنا الاكسكيوشن مفيش لا في السكوب ولا التايم ولا الكوست ولا الريسك، ده بسبب ان هي معظمها جهود تخطيطيه، انا بخطط بفكر بقول انا هتصرف ازاي وبراقب اللي انا خططته. البلاننج موجود فيها بروسيس في كل النولج اريا، المونيتور كنترول كذلك فيما عدا بس في الهيومن ريسورس، وان كنت انا شخصيا معترض على ده، ازاي ما يبقاش فيه مونيتور وكنترول لحاجه انا عملت لها بلان، لكن يعني هو ده اللي موجود في الستاندرد، ان هنا في الجزء بتاع الاتش ار للمونيتور كنترول مفيش اي بروسيسز. ومن الملاحظات التانية برضو ان النولج اريا الوحيدة اللي فيها البروسيسز في كل البروسيس جروبس هي الانتجريشن.
فلو مسكنا كده مع بعض البروسيس جروبس المختلفة، هي دي تعتبر انها بتعبر على مراحل المشروع. انا بعمل في الاول انيشيشن، بعمل بلانينج، بعد كده بنفذ، واثناء التنفيذ براقب، وفي النهاية بعمل كلوزينج. يبقى قبل ما ابدأ اعمل بلانينج كبروجكت مانجر، لابد ان كان هيبقى فيه سبونسر عمل شارتر وعرف الستيك هولدر، وممكن انا كبروجكت مانجر اكون معاه في نفس الوقت ده. جاء البروجكت مانجر وبدأ يعمل البروجكت مانجمنت بلان. طيب عمل الديفلوب البروجكت مانجمنت بلان اكيد هتضم بعض البلانز الفرعيه زي البلان سكوب مانجمنت، البلان سكيدجول مانجمنت، بلان كوست مانجمنت، بلان كواليتي مانجمنت، هيومن ريسورس مانجمنت، كوميونيكيشن وريسك وبروكيورمنت وستيك هولدر. كل الخطط الفرعيه دي لا شك ان هي جزء من البروجكت مانجمنت بلان. وقلنا برضو نفس الشيء، هيجمع الريكويرمنتس وديفاين السكوب عشان اعرف السكوب بتاع المشروع ايه، كرييت للدبليو بي اس اعرف الهيكل الهرمي او الشجري بتاع مكونات المشروع، الديفاين للاكتيفيتيز. بعد ما عرفت الريكويرمنت وعملت دبليو بي اس، ابدا افصل الاكتيفيتيز جوه الدبليو بي اس واعمل ديفاين للاكتيفيتيز. طيب عندي اكتيفيتيز، هعمل لهم سيكونس، اعمل لهم علاقات تربط ما بينهم، واعمل استيميشن للريسورسز اللي محتاجينها، واعمل بالتالي استيميشن بناء على الديوريشن على الريسورسز دي، يبقى الديوريشن المتوقع يكون قد ايه. ومن كل ده اقدر اعمل ديفلوب للسكادجول. طيب السكادجول ده مش بس كمان ازمنه، لا انا محتاج احمل عليه التكاليف. طيب اقدر ان انا اعمل استيميت للكوست، واقدر ان انا احدد البادجت. دي كل دي تعتبر الجهود المختصة بالكوست والتايم. بعد كده عايز اعمل بلان كواليتي مانجمنت والهيومن ريسورس والكوميونيكيشن. وفي الريسك كنا قلنا البلان ريسك مانجمنت اللي هي جزء من البروجكت مانجمنت بلان، وبعمل ايدنتيفاي للريسكس باعتبار ان معظم جهود الريسك تعتبر تخطيطيه. بعمل ايدنتيفاي للريسكس عشان احطها في الريسك ريجستر، بعمل تحليل ليها سواء التحليل ده كان كواليتاتيف او كوانتيتيف، وبعد كده بخطط الريسبونس بقى بتاعها هيبقى ايه لما يحصل الريسك ده، هتصرف ازاي. وبعد كده البروكيورمنت مانجمنت، انا هعمل ايه في المشتريات والعقود، هتصرف ازاي. وبالنسبه للستيك هولدر هعمل انجيجمنت ليهم او اداره ليهم ازاي. وجينا قلنا في الاكسكيوشن، انا عندي هنا دايركت اند مانج البروجكت ورك، هي دي العمليه الرئيسيه اللي معناها التنفيذ، دي الامبريلا لكل العمليات بتاعت الاكسكيوشن. وموجود في الاكسكيوشن الكواليتي اشورنس، حاططها في الاكسكيوشن، الاكواير بروجكت تيم ان انا بعين التيم، بعمل ديفلوب او تنميه وتطوير للستاف اللي عندي، اعمل اداره للستاف بتاعي بتاع التيم يعني، ومانج كوميونيكيشن بتاكد ان الكوميونيكيشن شغاله بالشكل المناسب، ببعت الكوميونيكيشن اللي انا عايزها، بنقل الداتا بالشكل اللي انا كنت قايل عليه في الخطه. وبعد كده الكوندكت بروكيورمنت، لو في عقود معينه بقى عايز اعمل لها ابرام او عايز اشتري شراءات معينه فببدا ان انا اشتريها. المانج الستيك هولدر انجيجمنت، كنت قايل ان في ستيك هولدرز معينين ببدا ان انا اعمل لهم انجيجمنت في المشروع. اثناء الاكسكيوشن شغال مونيتور وكنترول على المشروع ككل اللي هي مونيتور اند كنترول بروجكت ورك، ولو في تغيير بدخل على البرفورم انتجريتد تشينج كنترول. في السكوب بعمل فاليديت للسكوب وكنترول، وكنا قلنا الفرق ما بينهم. الفاليديت لو انا عايز خلاص المنتج خلص وبعمل له بتاكد ان فعلا السكوب ده مطابق للوضع ولا لا، لكن الكنترول سكوب ده بيبقى على مر زمن المشروع، بتاكد ان مفيش اي حيود عن السكوب اللي انا كنت مخطط له. وكنترول سكيدجول، كنترول كوست، بتاكد ان انا ماشي طبقا للخطه والخطه دي مناسبه ولا لا. نفس الشيء كنترول كواليتي، كنترول كوميونيكيشن، كنترول ريسكس، كنترول بروكيورمنت، كنترول للستيك هولدر انجيجمنت. انا حاطط لهم خطط فبراقب الخطط دي ماشيه فعلا طبق ماشيين في الاداء طبقا للخطه ولا لا، وهل الخطه دي كويسه ولا محتاج ان انا اعدل فيها ولا لا. خلصت اكسكيوشن ومونيتور وكنترول، ادخل على الكلوزنج واعمل كلوز للبروكيورمنت وبعديه كلوز للبروجكت. قد يكون احيانا قلنا قبل كده ان في مثلا فيزز في المشروع، فبضطر ان انا اقفل الفيز بالكلوز بروجكت اور فيز، ساعتها مش هيبقى في اغلاق للبروكيورمنت لان العقد لسه مطول، انا بقفل فيز بس يعني. لكن الكلوز بروكيورمنت بتبقى قبل الكلوز بروجكت، فبالتالي لو في بروكيورمنت في البروجكت لازم هقفل البروكيورمنت الاول، والكلوز بروجكت بتبقى اخر مرحله خالص.
وبكده يبقى خلصنا الجزء بتاع البروسيس وخلصنا الكورس بتاعنا. يا رب اكون قدمت لكم حاجة مفيدة وحاجة كويسة. نسأل الله الاخلاص يعني وقبول العمل، وما تنسوناش طبعا من صالح الدعاء دايما. وبالنسبة لموضوع المراجعة، ناس كتير سألت على المراجعة، ان شاء الله في جدول محطوط لموضوع المراجعة بحيث ان احنا هنبقى مع بعض خطوة بخطوة في المراجعة. المراجعة مش هتبقى فيها فيديوهات، هيبقى فيه حل أسئلة وتوفير الريسورسز بتاعت الأسئلة نفسها وجدول زمني عشان كلنا نبقى ماشيين عليه. والنقطة التانية، الفيديوهات اللي هتنزل هتبقى على موضوع تسجيل العضوية والتسجيل للأبليكيشن بتاع الامتحان، هما دول اللي هيبقى فيهم فيديو. لكن بالنسبة لبقية البروسيس نفسها من مراجعة وحل امتحانات، هي دي اللي هنحط لها جدول وهنوفر الأسئلة المطلوبة ان احنا نحلها. وبالتوفيق كده يا رب كلكم يعني تكونوا استمتعتوا بالكورس ويكون اضاف ليكم بشكل كويس، واتمنى ليكم التوفيق في حياتكم العملية، وربنا ينفعنا جميعا بما علمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.